العام 1990 ما رقم سبعة. هم تكتب الفكرة، تكتب مين؟ خليك معي اسم الكتاب كاملا مع دار الناس عشان ليش تكتبوا المطاعة؟ هذا توش ديك حمد الله الضرعون تعمل ايه؟ انت في نوع من البضاعة عشان تسهل عليك القراءة. ما تشتغل بالكتب مثلا إذا كانت كتب البيت، لكن هذه البضاعة كانت تستخدم قبل وجود التصوير، قبل وجود إيه؟ التصوير تكون بالمكتبة، كم إيه؟ هل بتكتب وفي نفس الوقت بتحلل وبتقلب الكتاب هذا والكتاب الثاني؟ لا، إذا كان في كل الفكرة نفسها تفرسها في بضاعة. هذه البضاعة لمن؟ جميع السرقاوي. عن إيه؟ جميع السرقاوي هو أطلب البطاعة. كل بطاعة المعلم واحد. كل بطاعة المعلم واحد. تكتب بيانات الكتاب كاملة. اسم المعلم. ودار النشر ومنفعة واسم الكتاب. دار النشر والسنة ورقم الصفحة اللي فيها نظرية العام. ورقم الصفحة. ليه؟ لأنك بعدين لما يجي تأتي تكتبها هذه الأفكار لازم تكون في هامش. والهامش تذكر فيه إيه؟ هذه البيانات. هذه البيانات، من هو صاحب هذه الفكرة؟ جميل السرقاوي واسم الكتاب حقه ودار النشر والعام النشر والصفحة. هلا طيب، أنت كتبت الفكرة الأولى أعطيت عالم العلم، كتبت الفكرة. ماذا قال جميل السرقاوي؟ قال إنه أساس مثلا التزام بالسر المهني هو العقد الذي يربط المحامي بالعميل وإلى فكرة. كملت عليك البطاقة وعليك جميل السرقاوي تخرج له بطاقة إيه؟ ثانية. تكتب عليها تابع جميلة السرقاوي وتدبسها بنفس البطاقة انه لا جميل السرقاوي عشان ما تشترط عليك الافكار. ثلاث صفحة عند جميل السرقاوي تكتب الصاعد كمان لايه؟ ثلاث صاعد مثلا